حقيقة المعركة. إذا حاولنا كشف المعركة على حقيقتها، وجدنا في جانب منها حضارة مسلحة فاتحة ذات رغبة عارمة في التسلط الوحشي الأناني، وإلى الجانب الآخر أمة عزلاء في أبشع حالات التوتر والاستسلام ذات رغبة جشعة في الميوعة والتمتع. فكان من الطبيعي أن ينعكس الهلع الانهزامي على طابع الأمة في صورة تخلف اقتصادي واجتماعي متزايد.